نقاش تاج برنامج حواري شهري على تويتر يأتي في إطار عملنا كمؤسسة إعلامية متعددة المنصات تسعى إلى الابتكار ومواكبة التطورات المتسارعة. وفي هذه المناسبة أود أن أشكر مكتب تويتر الشرق الأوسط على دعمهم لمبادرات سكاي نيوز عربية لتعزيز الحوار والابتكار في الشكل والمضمون. أدعوكم للتفاعل مع تغريدات ضيوف برنامج نقاش تاج حول مستقبل الإعلام في عصر التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الموافق 16 مايو تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت أبوظبي، 2 بتوقيت السعودية. إلى اللقاء.